نرفض من يتدخل في شؤوننا مرة أخرى، لأننا لسنا لا تحت الانتداب ولا تحت الحماية ولا تحت أي نوع من أنواع الوصاية. سيادتنا لن نفرط فيها لأحد. مات واستشهد الكثيرون ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس دولة حرة مستقلة. وعاشت تونس أبد الدهر حرة مستقلة. نسمح لأي طرف أن بشي أن يتدخل في شؤونه. نعم، قادرون على أعطائهم من الدروس الكثير في الحريات وفي الحقوق وفي الدساتير وفي غير ذلك، وأسبق منهم بكثير. هذا اختيار الشعب التونسي، اختيار حر، اختيار يعبر عما يطالب به. وعلينا أن نحمل الأمانة جميعا، أن نحملها بكل صدق بالرغم من ثقلها، ولكن تلك هي مسؤوليتنا أمام الشعب وأمام التاريخ.